سوي لي هذا البيت. احد المواطنين ياجر بيوت داخل القضاء الزبير، يبني تجاوز وياجر. عندك مولد؟ عندك سند؟ عندك سند؟ عندك سند؟ اعطيني سند. عندك طابو باسمك؟ شنو ما في قطعه ارض 500 متر محل هناك؟ جيب لي حجي. سوي لي هذا البيت. احد المواطنين ياجر بيوت داخل القضاء الزبير، يبني تجاوز وياجر. هو بيته قديم، بيته دار للبيع، بيته خلي دخل للبيع. عاد والله يزعل. شنو هذا البيت؟ انا وجيت انا جيت مال الفضاء. خاف فيها حجر. لو قطعه فارغه. قطعه فارغه؟ وينها بيها؟ ادخل قدامي بيتك، ادخل قدامي. ها؟ باكر الشبر راح يجي لك ياخذ القطعه من الركن للركن معك. هذا بعد تعليمات. تعليمات مدير بنك. سلام. هي فارغ ولا هاي القطعه مالتوية ما تبي ياخذ. عندك مليك؟ عندك سند؟ عندك سند؟ عندك غير شكل زمان. اعطيني سند. عندك طابو باسمك؟ شنو ما في قطعه ارض 500 متر هنا داجك محل هنا.